نسيت بدو جنسيه اللاعب. خلينا نمشي لعبد مجيد قباطيني وقت اللي يصير معنا اخفاقات او هزائم يعني في نهايه الامر. اذا قال حديث على علي معلول من جمله اللاعبين اللي ينتميون للاهلي اوكي، لكن انك تفصل علي معلول باعتباره ينتمي لشمال افريقيا وينتمي لتونس وبعد تحطه معنا في الراتب نتاعه كافضل لاعب ولا اكثر لاعب يتقاضى معنا اجرا من الاهلي، يعني ماهيش بريئه يعني العمليه. ماهيش بريئه لان نعرفوا مصريين محترماتي ليهم كل امانه عندهم عقده مع المنتخبات ومع الفرق التونسيه، ديما يعرفوهم اللي هما ديما يضدوهم، هما واش عليهم يحبوا يكونوا هما ديما في السومي. صحيح اليوم كي تسمع معناها وهذا تعودنا به، راهو الاعلام المصري يتقلب بسرعه، وقت يربح الفريق يرجع الاهلي معناتها فريق القرن، وهو فريق القرن بالحق هز 10 بطولات، لكن ما يخسر يشوف معناتها فضيحه، يوم حزن، خيانه، كارثه، معناها على مقابله، شفنا ليفربول ضربت مانشستر بسبعة بلاش وما صرحت شيء، معناها لازم على التصريحات لا حتى كتبوا تبويت كلمتين وجمع جاي لعبت بير ربحت برشلونه سبعه زاد سبعه معناها يصيروا هذوما النتائج. اليوم فما مبالغ كبيره وخاصه معناها اليوم معلول اكزامبل وشادوا به وجاب لهم برشا مقابلات واصبح كي ما يلعبش معلول الاهلي ناقص لاعب ما عنده مؤثر اليوم في على ماتش معناتها مش هو يتحمل مسؤوليه الهزيمه هذا هو معناتها المقابله يتحملوها الناس كل الاطراف الكل الملاعبيه